اتفضل. هنزل ان بنت قص قص جدا وركاد وهنكو ده حاجه يعني انا مش عايز احرق لكم تفاصيلها انما اطلع عليها بوعي 2020 بالخبر من الطريقه ومن التركيبه اللي بتتعمل وفوجئت بيها تقريبا من سنه ومن سنتين اتعملت فيلم رعب واضح بقى يعني ما نهزرش دي قصه مرعبه. المهم ان هي بدات تشتغل على ده واللي كان ساعد جدا الكتاب الثاني اللي اشرت اليه اللي هو البطل له 1000 وجه لجوزيف كامبل. انصح كل اللي مهتم بالكتابه يقرا الكتاب ده. هو كتاب ضخم حوالي 400 او 500 صفحه انما فعليا هو مرجع ضخم قوي لكذا حد من اللي بينظروا في كتابه السيناريو زي سيد فيلد وكريستوفر فوجلر واتكلموا الاثنين عليه في كتبهم سواء كتاب الاسس العلميه لكتابه العمليه لكتابه السيناريو بتاع سيد فيلد او كتاب دليل السيناريست بتاع كريستوفر فوجلر. الكتابين شرحوا وكلموا من كتاب جوزيف كامبل فدايما خلي مرجع لينا كتاب جوزيف كامبل اللي هو البطل والف واحد ومترجم وموجود ويتم اعاده طباعته والدنيا يعني ما فيش فيه اي صعوبه بالحصول عليه. لما جت تبتدي تشتغل على نموذج البطل الانثى قسمت شغلها على ثلاث فصول. مش خمس مراحل زي اللي كان موجود عند البطل الملحمي. انما هو في ثلاث فصول. والحكايات فيها نوع من انواع التتمه، حكايات الانثى فيها نوع من انواع الاغلاط، مفيش امتداد فيها. ان البطله بتبتدي او بتعيش في عالم عادي ولكنها تمتلك قوه اكبر من العادي. إلسا بتعرف تجمد الحاجات. إلسا في فروزن. اوكي؟ وده بيبقى له ثمن. القوه اللي هي امتلكتها كده بيبقى له ثمن. لدرجه الاعتقاد ان ده نوع من انواع اللعنه. ولا بد من مضاراته. كل ده في الفصل الاول. بيحصل حادث تحريضي، بيحصل دافع، بيحصل شيء يدفعها لمغادرة العالم ده. أو لإخفاء، آسف مش مغادرة بس العالم، لإخفاء الصفة أو القوة اللي عندها دي، زي إن هي خبطت أختها بطريق الخطأ. إلسا. ونتيجة التميز أو اللمعان أو التجربة اللي هي ظهرت فيها دي بيبقى عندها صفة والحياة دي يا جماعة دي مهمة جدا لو أنا بكتب البطل الأنثى. إزاي؟ الرداء اللي هتكتبه. خصوصا ان البعض كمان وكانت كيمانس اللي اشارت لده انه الرداء بيبتدي يغير التركيبه من ان هي كانت طفله فبقت انسه بقت فتاه. الفصله بين الزي ده والزي ده فمهم جدا فكره ارتداء الزي لو انا بعمل البطله انثى. طبعا في حد يقول لي ده نوع من انواع التحيز. ليه الراجل ما قلتش انه الراجل بغير زيه؟ انا قلت لك ان الراجل بيختار ادواته صح؟ وسيله الانتقال بتاعته لانه صراعه في معارك في قتال المراه صراع داخلي جدا وده اللي هيبتدي ينتشر مع الوقت. فابتداء ازاي زي يكسب زي يكسب اداء وده حقيقي جربوا اشكال ازياء مختلفه هتبتدوا تكتشفوا انه لا ازاي بيكسب اداء بدليل ان انا لو قاعد لابس لبس بيت غير لو انا قاعد لابس لبس خروج. ادائي العملي مع نفسي هيتغير. احنا في البيت ممكن نتحرك من غير احذيه. ازاي في مشكله؟ لذلك انا مركز عليه عشان يعني معاناه كتير من اللي بيكتبوا في الانيميشن حتى ما بيهتمش الشخصيه تلبس ايه؟ هي لابسه وخلاص ايوه هتلبس ايه؟ واحنا كنا بنواجه المشكله دي وانا بكتب شخصيه اسمها فطين من حوالي سنتين في مادي. فطين طفل اماراتي. ايوه هيلبس جلابيه ولا هيلبس شورت وتيشيرت وخناقه. لانه الزي بتاعه ده مبني عليه حاجات كتير. الجري والتوطيب بالجلابيه غير الجري والتوطيب بالشورت. في اختلاف فعلا في الحركه. طيب فيبقى الحصول على الزي المهم انه بيبتدي تصطدم بفكره الحلم بتاعها اللي هي عايزه فيه تتحرك بنوع من انواع الحريه. مش بالقيود اللي مفروضه عليها نتيجه القوه اللي هي فيها دي نتيجه ان ما ينفعش حد يشوفها وعادة وهي ما لاحظته ان يتم تجسيد ده في الحكايات باغنيه. يعني انت عايز تعبر عن هذا التغير او تلك الرهبه او هذا الحلم اللي بتحلم بيه هتعبر عنه باغنيه. فرغى الجمهور معاها الاغنيه دي. يعني لو كان اطفال بيسمعوا من الجده الحدوته مش بيشوفوها هيسمعها تغني لهم وهيبقى الجزء ده مرتبط باغنيه. في الافلام خصوصا وولت ديزني الحقيقه كان يعني لو يوتيوب كل جملتين يبقى فيه اغنيه هيعمل كده، اغنيه، لو حط اغنيه. طيب الفصل الثاني البطله
البنت لازم تضطر للرحيل عن العالم اللي هي كانت موجودة فيه وتخرج إلى عالم جديد. العالم الجديد ده ممكن يبقى غابة قريبة من البيت، العالم الجديد ده ممكن يبقى عالم سحري، عالم موازي زي فكرة الموازي بتاعت العالم الموازي بتاع باتمان وما شابه، عالم موازي، عالم مش حقيقي، عالم فيه فيري جيرلز أو شخصيات اللي هو بنسميها الجنيات بتاعت الغابة. وتبتدي تخرج بيها وما بقتش هي مناسبة خالص للعالم بتاعها. هنا حتى بنصل نقطة اسمها نقطة اللاعودة، هي بتستوعب انها ما تقدرش ترجع ومش هتقبل ترجع للشكل القديم بتاعها. هي خرجت لعالم جديد، اكتشفت ان العالم الجديد ده قابلها بحريتها الشديدة جدا، فبتقول انا عايش فيه، انا مش عايز ارجع. ونقطة اللاعودة دي او احنا بنسميها نقطة اللاعودة دي، هي في مراحل بنى الفيلم عند المعادلة بتاعت بنى الفيلم عند كاتب تاني، عند منظم تاني اسمه سيد فيلد. هي نفس النقطة، اللي درس نموذج سيد فيلد او قرا الكتاب بتاعه هيلاقي ان دي نفس النقطة عندها. ورجعته النموذج كان واضح فيه إلسا. إلسا لما حصل الصدام الذي أدى إلى خروجها من عالم مملكة إيرنديل، خرجت وبنت لنفسها بيت جليدي، ولاحظوا على طول غيرت شكل الزي بتاعها. الزي اللي كان مقفول، الجوانتي اللي كان حابس إيديها، الكلام ده كله طار، ولبست فستان سواريه يعاني منه الأبهات اللي زي حالاتي اللي مضطر يشتريه كل كام سنة من ساعة ما ظهر هذا الفستان العيب. مهم علينا، بيتم اكتشاف خلاص المجتمع كله بيبتدي يعرف القوة واللمعان أو البريق الخاص بيها. واللي بيحصل إنه العالم القديم اللي هي عايشة فيه بيسقط في نوع من أنواع الفوضى. المدينة اللي هي كانت منها أو المملكة اللي هي كانت فيها بتواجه صدام ما. في البداية بتحاول تتجاهله، أنا ما صدقت خدت حريتي وماليش دعوة بقى، ما دماغي. ثم تضطر، والاضطرار ده أو الإجبار ده أو الرغبة دي لازم تتحافظ عليها كده في الكتابة. يعني أنت وأنت بترسم الشخصية لازم تعمل ده. ما ينفعش حد يروح يقول للبطل تعالى يا بطل، لما بطل فالبطل يقول له أنا شريع السيمة أو مش هنبقى الريمة وأنا داخل أهد لك الدنيا. كده ما بقاش بطل، كده بقى عبيط. دايما الشخصية الدفاعية دي مش محبوبة حتى في المشاهدة. يعني أنا بتخرج على شخصية دفاعية، شخصية مندفع جدا، وأنا أكسر وأعمل وأسوي، فلو وقع وهو ماشي الناس هتلاقيه في الصالة بتقول له إيه؟ أحسن تستاهل. هتقول له كده تستاهل. إنما دايما في شيء بيربط الشخصية بيخليها بالنسبة للمشاهد إنسان قوي. إن من الأول كده هو ما كانش عايز يعمل يعني حاجة. فاكرين مراحل البطل؟ أنا بقول لك الوعي وخلق الصراع، هو مش عايز يتورط في صراع. أنا خلاص كبطل أنثى هقعد حريتي، لقيت مكان قابلني زي ما أنا، مش معترض عليا. ما تجيش بقى تقول لي المملكة القديمة انهارت، طب أنا هعملها إيه؟ فتضطر إنها ترجع. يعني تجبر على، يعني يا إما يتقال إيه؟ طب تعالى عشان خاطري، زي ما بنقول. الأفلام الأمريكاني دايماً فيها الحركة دي، اللي هو إيه؟ البطل بعد ما يتعرض لفشل أو يبقى فيه رهبة لاستعادته يعني تاني، يقول له يو نو وات يو هاف تو دو. واتريق عليها حتى أحمد مكي في فيلم لا طريقة ولا استسلام، إن البطل في لحظة الانهيار بتاعته ظهر له بسام مطر وقال له اعمل الصح، هو ملوش أي حاجة. في الأفلام اللي مش كوميدي البطل بيقوم يدغدغ الدنيا، هو خلاص جاله الاضطرار أو الإجبار، لا أنا لازم أقوم أنقذ المملكة. عندنا في الفيلم العربي عشان بيهزر على الحكاية دي فخلاه بيهزر، أيوة يعني أعمل إيه؟ وبيطلع من الحلم مش فاهم هو يعني إيه. فده شوية كوميديا يعني. المهم ان المملكه اللي بتنتمي اليها تدخل في فوضى وخراب على ابوابها، وبكده بيبقى الفصل الثاني من المغامره انتهى، لان الفصل الثالث هي لازم ترجع للمملكه. وفي رجوعها بعد الثيه لو طلعت الثيه بترجع، وبيرجع، وده الاضطرار اللي انا بقول لكم عليه بينتج عن معلم، وجود حد وجه نبه اختها زي إلسا يظهر لها انا بتطلع تتكلم معاها. بترجع فيه للعالم وبتبتدي بترجع، مش بترجع اللي هو ايه انا جيت يا جماعه اهو جاي انقذكم، لا لازم يبقى فيه ترتيبات للانقاذ، ترتيبات لمواجهه مواجهه خطر ما. وارد وارد لو في فعل جسماني لا تلجا هي ليه، يعني هي مش هي اللي هتلجا للمواجهه الجسديه زي في بال في الجميله والوحش. بال في الجميله والوحش مش هي اللي بتقاتل، رغم هي بطلة الفيلم، رغم ان هي الشخصية الأساسية اللي متوفر فيها النموذج بتاع بعض العذراء، إنما هي بتتابع وبتشرف على الصراع الذي يتم بين الوحش وبين
اسمه جاستون تقريبا اللي كان بيحبها، وقاعده متابعاه وعايزه واحد ينتصر اللي هو هينقذ العالم بتاعها اللي هو الامير اللي بشكل الاسد. المهم بتستطيع ان تنقذ المملكه بتاعتها من الخراب وبتحافظ على المكتسبات بتاعتها. انا كسبت حريتي، انا كسبت لا اقدر اعبر عن نفسي. وفي هذه المرحله هي ما بقتش الانثى الصغيره البيبي العذراء اللطيفه جدا جدا، لا هي كده نضجت، هي كده كبرت بقت انثى ناضجه، وفي المرحله دي بتتوج كملكه بقى. خلاص هنا حققت الوعد بتاعها او حققت الرحله بتاعتها. وهابل يا فيرافتر توتا توتا فرغت الحدوته. القصص اللي تم اكتشاف فيها النموذج ده دائما تضع نهايه سعيده، ودائما تبقى المشكله القيود والتخلص من القيود. هو في يعني لاحظوا كده رجعوا لكذا قصه من قصص اللي ممكن نكون احنا سمعناها كاطفال او شفناها في افلام ديزني، هنجد ان دول مشكلتين كبار جدا بيواجهوا المراه مش بيواجهوا الذكر. ده حقيقي يعني بتتسلم من جيل لجيل، ده حقيقي. طب احنا عندنا اسم مين في القرن ال 19 واوائل القرن ال 20 عمل حاجات هي لسه المشكله موجوده؟ حقيقي موجوده. في حاجه في البشريه قد تستحق محاضرات اخرى، قد تستحق جلسات اخرى، مرتبطه جدا بفكره ان المراه عاده الصراع بتاعها هو صراع ناحيه افكار مجرده وصراع ناحيه ازمه نفسيه. الصراع الظهوري عادة هو لا ينظر للأزمة النفسية، هو ينظر للأزمة الخارجية. يعني عنده دايما مواجهة مع العالم خارجه مش مع العالم داخله. بعض علماء النفس بيتريقوا دايما الحكاية دي إن الراجل عنده قدرة إنه في لحظة من اللحظات فعلا يبقى مخه فاضي ما بيفكرش في أي حاجة. ودي صفة أنا شايف يعني مجموعة الأنسات اللي موجودين قدامي بيحقدوا على الرجال، فعلا الرجال عندها القدرة دي إن يبقى عندها إمتي بوكس، صندوق فاضي ما فكرش اي حاجه خالص. المراه ما عندهاش انتي بوكس، المراه عندها هاي واي في مخها بيفكر في 10 حاجات في نفس الوقت وكلهم كونكتد لبعض. فمشكله عاده بتبقى مشاكل داخليه، بتبقى مشاكل داخليه. فالتركيز بتاع رسم البطل او النموذج ده ركز جدا على ان المشاكل او شكلها ما يبقاش صراع كوزموبوليتاني، يعني ما يبقاش صراع بين مجتمعات. يعني في ادب السيره الشعبيه كان دايما صراع البطل ضد جيوش جايه من منطقه خارجيه، عن طرف الشداد واجه جيوش الفرس، الأميرة ذات الهمة تواجه الحملات الصليبية من إيطاليا. في صراع، في حاجات ظاهرة بشكل واضح. افنجرز، باتمان، في صراع خارجي واضح، في خناقة من أطراف واضحة. المرأة صراعتها مش كده. وبالتالي في تجربة مهمة قوي ودي اللي هختم بيها يعني إن شاء الله. إن نموذج الأميرات في أفلام والت ديزني تحديدا النموذج ده مر بمراحل تطور مهمه قوي، واكثر افلام زوم متحركه بتحقق جدا نموذج وعد العذراء اللي احنا لسه شايفينه بتاع فيلم هاكسون ده هي افلام من انتاج وولد ديزني. وولد ديزني اهميته في الانيميشن ان هو منتج مش رسام. على عكس شخصيه ميكي ماوس التي تنسب اليه دي بتاعت واحد تاني اسمه اوريكس وهو اشترى منه حقوق استغلالها. وده موجود ومطلع عليه من كل العالم يعني ما عدا احنا عندنا في مصر، ما اعرفش ليه. احنا متخيلين ان والت ديزني هو اللي رسم ميكي ماوس. مش والت ديزني رسم ميكي ماوس. وميكي ماوس مش شخصيه اصيله، ده على العكس ده هو تطور لشخصيه قديمه اسمها اوزولد ذا رابت او الارنب اوزولد، اتعملت في اوائل العشرينات وطوروها لان اتسرقت منهم الشخصيه دي فطوروها عمل ميكي ماوس. بس نجاح والت ديزني حقيقه جزء منه بينسب لميكي ماوس وجزء منه بينسب للاميرات. لانه هو كان راجل محظوظ ابو بنات، وانا دايما عشان انا ابو بنات عشان عندي بنتين بعتبر دايما ان ابو البنات ده شخص محظوظ. فهو ابو الثلاث بنات بيجبروه على ان هو يحكي لهم حوالين. فبدا يفكر في فكره طول الوقت ان هو انا عايز اعمل لهم فيلم رسوم متحركه في حوالين. لدرجه ان هو في بدايات التجربه الانيميشن يعني عمل فيلم وتحول الى سلسله اكثر من جزء يعني اسمه اليس ان كارتون لاند. أليس في عالم الكرتون أو أرض الكرتون، وأليس دي عبارة عن بنت صغيرة بدل أليس إن واندرلاند بدل أليس في بلاد العجائب، خد أليس دي وبيقعد يشرح لها الكرتون بيتعمل إزاي، الرسومات الحاجة بتتعمل إزاي،
والرسومات بتطلع من الورقه وبتاخدها معاها وبتدخل الى عالم الرسومات. ففكره البنت او فكره ان انا اكلم البنت في مشاكل البنت في موضوعات البنت هو هاجس عندي. وبالتالي بدا لما توفرت له الامكانيات لعمل فيلم رسوم متحركه طويل. فيلم رسوم متحركه عدي الساعه. كان ينتظر الامكانيات الحقيقه. ينتظر ان التقنيه تتطور، ينتظر ان يبقى عنده انيميتورز محركين بشكل كافي، وانه يبقى معاه فلوس يقدر يمول بيها كل ده. فعمل سنه 1937 فيلم سنو وايت. بعض الاحيان يقولوا هو الفيلم كان اسمه سنو وايت، بس بعض الاحيان يقولوا سنو وايت والاقزام السبع. وعمل فيلم سنو وايت سنه 37، وبدات سلسله من الافلام بينتجها ديزني البطلات بتاعتها الاميرات، وكلها تستند الى حكايات حواديت الاخوان ريم، الكتاب اللي اتنشر في القرن 19 من خلال حواديت المانيه وجو. وكان يستثني منها حاجات كتير قوي ويعدل فيها شغل كتير قوي. يعني سنو وايت دي كان فيه ست مؤلفين وجنبهم 8 مخرجين شغالين. الست مؤلفين دول بيحاولوا يخرجوا القصه من شكلها الدموي شويه ويخلوها مناسبه للطفل في الثلاثينات من القرن العشرين، لان القصه فيها جوانب دمويه كتير قوي. لدرجه انه سيناريو فيلم فروزن اتعرض على وولت ديزني سنه 63. فروزن اتعمل في 2013، السيناريو كان موجود سنة 63، لكن كان في مشكلة كبيرة إن في القصة بتاعة فروزن في الأخوان جريم إن الأخت إلسا بتتحول إلى شريرة بعد ما كشفت قوتها بتاعة الجليد، وإن أنا هي البطلة، وبتحصل مواجهة بين الأختين، واحدة بقت شريرة وواحدة طيبة. فهو كأب رفض ده جدا، لانه من منطق ازاي اقول لبناتي ان في اختين هيقفوا قصاد بعض ويضربوا بعض وواحده فيهم هتبقى شريره. وتقريبا ديزني طورت ده، يعني الراجل مات وسنه 66 وشبع موت خلاص وبتاع، وبعدين 2013 طلع الفيلم بتاع فروزن بعد تعديل السيناريو، وطلع قبلها فيلم تاني اسمه ماليفيسنت تقريبا، هو اللي بيحكي القصه الاصليه. القصه اللي كانت موجوده في الاخوان جريم. طيب بس كان في مشكله في الشخصيه بتاعت البنات في افلام ديزني من الاول، خصوصا في النماذج القديمه خالص اللي هي زي سنو وايت، زي سندريلا، زي اورورا في الجمال الناهم. في مشكله ان الانثى سلبيه جدا، لا تفعل اي شيء غير انها تمتلك جمال فائق. هي دي بقى الصفه او عدم التكافؤ مع، فاكرين الصفحه اللي فاتت لما كنا بنتكلم في الفصل الاول ان يعني البطله بتدفع ثمن تطابقها مع قوه اكبر. القوه هنا او الـ 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 الدافع هنا لتطابقها او صدامها مع قوه اكبر جمالها. فاكرين الافيه بتاع مرايتي يا مرايتي مين احلى واحده في المملكه؟ فتقول لها مش انت، اسمها ايه الثانيه هي اللي احلى منك، فتبقى عايزه تخلص منها. فالتركيز كله على مدى جمالها، وان هي بنت مثاليه لاقصى درجه، بتسمع كلام وبتنام بدري وبتشرب اللبن وبتغني مع العصافير والحيوانات، وحاجه لطيفه دوبي دوبي دار خالص يعني. اوكي؟ وبالتالي تنتهي بيها النهايه، يعني انها مستنيه حد يجي ينقذها، فهنا مفيش بطوله. طب ليه ديزني بيعمل كده؟ يعني ليه وقتها في الثلاثينات ده التوجه؟ لانه ما تبصوش هنا للروايه وما تبصوش هنا للانتاج. بصوا هنا وانتبهوا للمجتمع اللي بيتقدم له ده. كانت واحدة من شكاوى وولت ديزني من ميكي ماوس ان لو ميكي ماوس ظهر في فيلم بيضرب او بيتشاقى او بيعمل اي حاجة، الاهالي بتبعت جوابات على الاستوديو معترضة جدا على سلوك ميكي لان عيالها بتتفرج على ميكي. وبيقول ميكي ده تحول الى مؤسسة مزعجة عبء عليه. لدرجة ان انا جيلي انا اللي هو طلع لا مجلة ميكي بتاع دار الهلال كانت لطيفة كده وكانت فنانة قصص حلوة، كان بيعدي قصه ميكي. يعني كنا بنقرا قصه بطوط، بنقرا قصه مش عارف مين، قصص اللي تحس فيها هناك تشابه بيننا وبينها. انما الكاركتر المثالي اللي ما بيغلطش اللي ما بيعملش اي حاجه الذكي بزياده ميكي ده حاش كان بيعمل. نفس المشكله كانت حاصله مع البنات. ان تصور المجتمع عن المراه في الثلاثينات من القرن العشرين انها بنت مثاليه بتشرب اللبن بتسمع كلام بابا وماما ما بتعملش اي حاجه. ايه ده غلط؟ تتكلمي؟ تتكلميش. هو ده في امريكا؟ اه ده في امريكا.
وده في العالم كله مش في امريكا بس، ان المراه كانت بدات تنتزع حقوق كتيره قوي في الفترات بتاعه بدايه العشرينات، لدرجه ان في دول كتيره جدا من الدول الاوروبيه كانت المراه لا تنتخب لغايه نص القرن العشرين، ما لهاش حق اللجوء للانتخاب. في الحضارات القديمه كان الوضع أسوأ بكتير جدا من ده، يعني حضاره زي حضاره الاغريق كانت المسرح بيتم تقسيمته وفقا لدرجتك في المواطنه، فالصف الاول ده للنبلاء والملوك، الصف الثاني ده للمواطنين العاديين، الصف الثالث ده للمراه، الرابع للمساجين. خلين المراه بتتحط مع العبيد والمساجين في الاخر خالص. فمعنى كده ان انا بقول لك ايام الاغريق كان ده موجود، فاللي حصل في العشرينات ده تطور، ده تطور هاي جدا محتاجين المزيد، هو ده اللي حصل. ان الافلام نفسها لما بدات في فتره الثلاثينات لغايه اخر الستينات، الافلام كلها بتقدم الشخصيه بتاعه الانثى زي ما قلت لك، قوتها في جمالها الشديد جدا المبهر الذي يدفع لوجود صدام اصلا، انتصارها لا يعتمد عليها على الاطلاق في تحقيق اي حاجه، دي يا اما كانت التفاحه اللي فيها السم ومستنيه حد يجي يبص عشان تقوم، يا اما يعني ربنا يتولانا بقى وايه حد برضه هذا الامير الساحر يعدي في المنطقه. من 89 بدا يحصل نوع من انواع التغيير، وظهر في شخصيتين انثويتين كان واضح قوي، بام في الجميله والوحش، وياسمين في علاء الدين. الشخصيتين دول بام هي البطله بشكل واضح وصريح، ياسمين في علاء الدين ما هياش البطله، هي الشخصيه الثانويه. بل بشكل واضح جدا عندها نوع من انواع التمرد على المجتمع بس مش عارفه تعبر عنه، وبتتورط في الاحداث اللي رايح تنقذ ابوها. لو طفله عاديه في الوقت ده في القرون الوسطى يعني وابوها اتخطف من هذا الوحش بتاع، هتقعد تقول ايه حسب الله ونعم الوكيل، وهتقعد جنب الحيط وتستنى الواد جاستون ده طالما عايزها وتجوزها، يلا هتجوزها وراجل وخلاص، ضل راجل ولا ضل حيطه؟ ده مثل اسطوري بيتقال من القرون الوسطى. اوكي؟ فده المنطق. انما لا، هي بتحاول تتحرك، بتحاول تتفاعل. ياسمين نفس الحكايه، فيها نفس الصفه، فضول، تمرد، بس مش عارف حقها ازاي. لدرجه انه وكانت بقى اوضح الحقيقه مش من الفيلم بتاع 92. الفيلم الجديد اللي اتعمل سنه 2019 لايف اكشن اللي اتبنى ركز جدا على البعد ده في ياسمين. فكره تمردها وانها كان نفسها تبقى هي الملكه. وابوها قال لها اصل دي ما حصلتش قبل كده. في 92 دي ما اتقالتش. بس كان باين قوي فكره الفضول اللي موجود عند ياسمين. ونقطه ثانيه، ياسمين بتتدخل لانقاذ علاء الدين. ما بتفضلش واقفه تتفرج. وده جديد قوي على شخصيه الانثى كبطله او الانثى موجوده في افلام الاطفال او افلام الانيميشن انها تبقى بتفعل. وخصوصا انه الفعل ده سريعا جدا ابتداء من 95 بدا يبقى فعل ثوري واضح. هذه الانثى بطل الفيلم وهي اللي بتقرر وهي اللي بتغير وهي اللي بتعترض وهي اللي بتعمل حاجه مهمه جدا في البطوله، بتصطدم بالمجتمع. فكان اوضح نموذج ليه اوكهانس. اوكهانس ده يعني مش بتصطدم بس، ده هيقتله الولد اللي هي حبته اللي من قبيله ده. كل الصفات اللي هي بنيله بالنسبه للمجتمع تحققت في اوكهانس. بتحب واحد لا من دينها ولا من دينه ولا من نفس العرق ولا من نفس اي حاجه، ومش بس بتحبه ده هم هيقتلوه يعاقبوه، فبتدخل تقرر انها لا مش هيتقتل. يعني بتصطدم بالقبيله بالكامل، كبيرها اللي هو باباها لغايه كل الموجودين في القبيله. فبوكهانس بتعمل الفعل الصدامي ده وبتنتصر. غير بوكهانس تقريبا في مولان نفس التجربه، في موانا، وفي موانا يمكن احدث شويه، انا ما كان في نموذج تاني والحقيقه شايفه مهم قوي متحقق فيه جدا موضوع العذارى ده، بريف. فيلم بريف اللي بتعمله او الشخصيه الرئيسيه بتاعته اسمها ميردا. وميردا من الاول تعاني جدا من سيطره السلطه عليها. الام اللي عايزاها تطلع زيها كل حاجه. وقوتها ان هي شجاعه. وصدامها مع العالم ان هي شجاعه، وبالتالي ما كانش ينفع تبقى خناقتها او ازمه الشجاعه دي، وده ممكن بس يفسر لي ليه كاتب لجأ ان يبقى الصراع مش نفسي على قد ما الصراع لازم يبقى ضد فجر، ضد شكل واضح، انه صراع الشجاعه ده يتطلب قتال.
فكان لابد من وجود الدور الضخم قوي ده اللي بتحصل مع المواجهات حتى مع تحول الام الى دور. فهنا يبين لي ان والت ديزني حصل عنده تطور حقيقي او تطور كبير جدا في فكره رسم شخصيه الانثى كبطله، ازاي بدا من شكل كلاسيكي جدا يكاد يكون يعني لا تفعل اي شيء الى شكل هو الفاعل في كل شيء. ونموذجين اللي هو سواء الخاص بالبطل الانثى او بان انا ارسم بطريقه البطل الملحمي، النموذجين مفيش فيهم اي مشكله بالنسبه لك ككاتب بشرط انك تبقى حدد شكل الصراع. فالى هذا انا اكون انتهيت من عرض النموذج الخاص بوعى العذراء او شكل البطل رسم شخصيه البطل كانثى. النموذج ده او المحاضره دي موجوده عندي على البلوج بتاعي، هي دلوقتي متصوره كويس تقريبا هتنزل على اليوتيوب. وفي نفس الوقت هي هتبقى موجوده على الموقع عندي اللي هو سكول اوف سكريبت، موجود محاضره مرتبطه باسم وعد العذراء يعني بشكل واضح للي عايز يطلع على النقط وهو جاي يكتب شخصيه انثى. اتمنى تكونوا استفدتوا جدا من العرض ده، ولو في حد عنده اي اسئله وعملنا رؤيه بالنسبه لكم واضحه، واضح ان الرؤيه الحمد لله واضحه. بشكركم على الحضور وبشكر انيماتكس على اتاحه الفرصه دي ليا ان انا اتكلم معاكم في موضوع انا شايف ان هو مهم وما بيتقدمش كتير. في انتظار ان انا اشوف كتابات بتحقق نموذج البطل الانثى ده ولا ايه؟ اكيد ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا. بس مش هنا. انا مش عارف اسم المكان ايه، اسمه كايبو هاوس، كايبو حاجة هاوس، ستارت اب كايبو هاوس، ستارت اب كايبو هاوس. Thank you.